بابا كم بدي اسالك سؤال محرج هيك معلش معك 10 دقائق لانه انا بدي اروح على المدرسه وما في شيء اكله يا جماعه انا بشتغل شوفير التاكسي قبل المدرسه فانا صف التاكسي تبعي بعيد وطبعا اهلي ما بيعرفوا اولا انا هذا التاخير وخصوصي بحصتي ممنوع وانا سبق وحضرت كل الطلاب انسي ريما حبيبتي ايش الحصه الجايه مع ولي الامر اوكي ايه بس ليش انا بسمع ولي الامر وليش جد مو مع ولي امر ما هو اجى اصلا بنفس الوقت قلت لك قلت لك مليون مره شو بدي اقول له والله ما بعرف مرحبا يا حلوين كيف كنت شاطكم كثير منيح وانتم شوفوا هذا الفيديو اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبلعبه جي تي ابي بسلسله حياه لا مو حياه شو كان اسم السلسله بسلسله مغامرات الفقيره صراحه كثير واجهت صعوبه لحتى الاقي اسم السلسله الجديده بلعبه جي تي ا بس جي تي اي جي تي ا ما بعرف المهم انتم اكتبوا لي اي احسن جي تي ا ولا جي تي اي المهم هي عباره عن مغامرات بنت فقيره بصير معها بلاوي زرقاء بحياتها فتابعوا هذا الفيديو لحتى تشوفوا شو بده يصير وبس فهي سلسله جديده فبتمنى تدعموني تحطوا لايك لحتى اعرف اذا هي حابين هاي السلسله كمل فيها او وقف وانتوا كمان اشتركوا بالقناة وخلونا نروح هلا للفيديو. صباح الخير يا ربي كسر ظهري من هالفرش قد ايش ساعة؟ لا مستحيل تأخرت الله يوفقني تأخرت على المدرسة ماما يا ماما قد ايش ساعة معقول 8 وينكم؟ ماما بابا يا ريما يا حبيبتي شو صباح الخير يا بنتي صباح النور لك ليش هيك تأخرتي والله كنت جاية فايقك فكرت الساعة عطى هيك 7 لسه لك يا ماما كيف تخليني نايمة بتعرفي انه انا عندي اليوم دوام مدرسة معقولة انتي والله ما بعرف الهموم فوق راسي كنت عم شوف هيك الضرايب اللي جايتنا والفواتير شو بعرفني طب ماما وين الفطور الله يوفقك سويتي لي الفطور والله ما لقيت بالبراد غير قطعة جبنة خلص اليوم انتي ما بعرف كمان اسألي ابوك اذا يعطيكي مصاري شي 5-10 ليرات بركي بتشتري شي من الجامعة طب يلا يلا ماما يا ربي هالحالة شو كل يوم بابا يا بنتي يا ريما اهلين صباح الخير هلا فقتي ايه والله هلا فقت شو طمني عنك كيف صارت صحتك اليوم امبارح قال ماما كنت سخنان ايه والله حاسس حالي هلا مهدود تعبي ما بعرف ليش يا بابا مو قلت لك مليون مره بلا لك هالشغل ضروري دائما تشتغل بهي التعتير وبالعتاله يعني والله مليانه البلد شغل حاول لاقي لك شيء ثاني والله مضطر يا مرتي مضطر يا مرتي ما في حدا عم يوظفني بشيء مضطر اشتغل بالتعتير طب بابا كم بدي اسالك سؤال محرج هيك معلش معك 10 ليرات لانه انا بدي اروح على المدرسه وما في شيء اكله والصراحه كثير جوعانه خلص من عيوني من عيوني روحي هلا انت جهزي حالك وبتاعي المصاري على الطاوله اوه شكرا الله يخلينا يا رب يا ربي يا الله طب حتى بالمدرسه اكثر السندويش اكثر من 10 ليرات في ماما يا مرتي شوفي شوفي بابا ما اخذتي شنطتك من الزبانه ما اخذتي الزبانه شنطتي والزبانه طيب ماشي والله بتوسخ ايدي بس ماشي يا بابا امسكي هات طيب بابا في شيء ثاني كمان؟ لا سلامتك بس لا ترسي شنطتك ماشي رح كب زباله وارجع اخذ الشنطه يلا باي رد عليك يا بنتي يلا باي باي وين الزباله عندنا هون؟ ليك رح زتها هون ها؟ خلص الشنطة حتأخر وين شنطايتي بقطي صح؟ اوكي تمام اخذت الشنطة خلوني اطلع هلا بابا بدك شي حبيبي خلص انا طالعة بشوفكم سلامتك يا مرتي سلامتك ديري بارك ديري بارك لحالك باي حياتي باي يا ربي لازم روح هلا على التاكسي انا صافق يا جماعة انا بشتغل شوفير التاكسي قبل المدرسة فانا صافق التاكسي تبعي بعيد وطبعا اهلي ما بيعرفوا انه انا بشتغل بالتاكسي لانه بدي ساندهم بالمصروف وساعدهم لانه ما في شيء عم يكفينا فبدي اركب بالتاكسي واخذ طلبات هلا يا رب يكون نهار منيح وانا بالعادة الصراحة ما بلحق المدرسة مو دائما بلحقها لازم اشتغل لحق روح على التاكسي يا ربي ان شاء الله ما اتاخر على دوامي بس لازم اخذ كذا طلبيه مشان على القليله اقدر اشتري لي شيء لحتى اكله ميت جوع اوف وين العالم حدا ياخذ اوه في حدا طالب تاكسي تفضل يس اول طلبيه لليوم وصلنا على الحديقه على الحديقه طيب يلا رح احاول دخلك اي حديقه بدك اياها لي او ماي جاد ليش طلعت انا سوري يا استاذ بس شم هوا المهم اي حديقه حابب تطلع انت يعني الفوقانيه ولا التحتانيه الملكية ايوه
حلو. انا هلا يعني ما كتير بعرف نحن ناقلين على هذا البيت الجديد، فانا ما بعرف كثير بالشوارع. ايه استاذ اكيد هلا باخذك على احلى حديقه انت بدك اياها. بس قل لي صح عم بمشي. طيب هلا رح وصلك على الحديقه اللي انت بدك اياها، بس دخلها بدي اسالك حواليكم يعني انا ليك مو شيء يعني، بس انه انا مجرد سؤال، حواليكم حدا ايه بليز انتبهوا عنده وظيفه او شيء شغله؟ لانه الصراحه بابا عم يشتغل له فتره بشغل مو منيح وعم يجع ظهره كتير، فاذا انت بتعرف حدا ممكن يشغل بابا او شيء شغله يا ريت تقلي عن جد. والله ما بعرف اذا في. ما بتعرف اذا في؟ طيب الحديقه ليك هون صح تقريبا؟ لا الحديقه صارت ورا. لا هون ثانية شوي، لا تاكل هم رح وصلك خلاص. انا احسن شوفيرية اصلا بالبلد كلها يا طفى، فانت طالع معي ولا تاكل هم. وصلت بسلام، يعني مو كتير سلام بس يعني وصلت. تفضل. شكرا. 50 ليرة. تفضلي. شكرا 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 كلك ذوق، شكرا لك. اوف وصلت على المدرسة واخيرا لصف. اي شو السيارات هاي اللي بتصف جنب المدرسة بي ام ومارتيدس ومدري شو، والله مصدقين حالهم. لازم ما ينتبهوا لي. يا انجلس الحصة، مصيبة مصيبة. عفوا اخيرا وصلت. بلشوا الحصة. مساء الخير. مرحبا. عادي بسرعة عادي بسرعة. يا طالبة ريما. انا نعم نعم. ولي مسكتني. معلش تجي لعندي لهون لحتى نتفاهم. اكيد انسى ليكني واقفه. تفضلي. اولا انا هذا التاخير وخصوصي بحصتي ممنوع، وانا سبق وحذرت كل الطلاب 5 دقائق ممنوع يتاخروا. انت كيف كل يوم تتاخري نص ساعه وساعه؟ بس يا انسى والله العظيم انه انا ما كان قصدي. انا كل القصه انه يعني ما فيني احكي قدام طلاب صفي، ممكن بعدين نحكي انا وياكي على جنب. فهمك سبب التاخير. نشوف الولي امرك المره الجايه معك. لا 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 ولي امري ليش؟ ولي امري ليش؟ هلو والله. هي اجى طالب. استاذ جاد تفضل عود. يلا يلا هلا بنكمل. راح علي شيء؟ شكرا كثير. هلا عم بيقول يلا بلش اقعدوا. مرحبا فيني اقعد جنبك؟ ايه تفضلي اكيد. ليكي شو بقى هي؟ ليش جاية؟ كانت أول شيء عم تعلق علي وبعدين فوتت هذا الطالب، ولأنه فوتته قعدتني، قال أنا ولي أمرك وهو قال له تفضل أستاذ جاد. مالك شايفة هيك كيف مبين عليه هيك من ملابسه كتير إنه هيك شايف حاله؟ بركي هي كمان بتعرفه وبتعرف أهله، ما بعرف هلا بنتأكد. إيه ماشي ماشي خلص. طيب يا طلاب بما إنه ما شاء الله يعني الأنسة ريما والأستاذ جاد ونص الطلاب إجوا بنص الحصة، هي الحصة بتخلص هون. وأنسة ريما حبيبتي الجاية مع ولي الأمر. أوكي ايه بس ليش أنا بس مع ولي الأمر وليش جاد مو مع ولي أمر؟ ما هو إجا أصلا بنفس الوقت. لو سامحتوا خلصت الحصة يلا فيكن تنصرفوا. أوف يا امشوا يا جماعة. وأخيرا خلصت الحصة. أوف يا ريما. نعم؟ ريما صح مزبوط؟ ايه صح مزبوط. مين حضرتك؟ جاد. أنا جاد طالب جديد. جاد ايه تشرفنا جاد. شو عملي هون انتي؟ من وين انتي؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ انا منيحة الحمد لله ريما. طبعا مثل ما بتعرف المدرسة نشرت عرضي جوا. ايه بس مزبوط مزبوط. دخلات بدي اسألك هلا انا ليه بهدلتني الانسة وانت ما بهدلتك؟ والله انا يمكن لاني طالب جديد ومن عائلة كبيرة فبتعرفي. من عائلة كبيرة؟ الله يخلي لك هالعائلة. يلا عن اذنك. لوين لوين رايحة طاي؟ ليه شوفي؟ ما بدك تعطيني رقمك شي شغلة؟ رقمي؟ ايه طيب تعال يلا سجل عندك. انت بدك الرقم مشان الدروس ما هيك؟ ايه بركي طلعنا مثلا شي بارتي عملنا لنا شي حركة. لا بارتي ما بدي انا معلش. اذا بدك درس بحطيك رقمي، اذا ما بدك درس ما بعطيك رقمي. اوكي اوكي باخد رقمك مشان الدرس. طيب ماشي سجل عندك. 8 4 9. استني بس اطلع الدفتر. اوكي 8 4 9. ماشي. 3 4. اها 3 0. 3 0 وثلاثة حمر. ها 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 فكر من كل عقلك حاعطيك الرقم. روح عنا يا ضل ناقصني. ما لازم ينتبه انه انا جايب تاكسي. خلص خلص حرف من هون واستنى لحتى يطلع. يخرب بيته شو شايف حاله؟ قال من عائلة كبيرة. كيف ما يشوفني؟ امشي عادي امشي عادي ريما، ولا كأنه في شيء. عم بتمشى بالجامعة ما حدا له عندي. ريما نعم انت هون بدك تطلعي وصلك معي؟ لا عندي سيارتي
سيارتي شكرا. انا عم بتمشى الشمال وشوي ضاق نفسي. نعم. انا كثير بحب السيارات. شو نوع سيارتك؟ مش عم بقول لها تاكسي. سيارتي بوغاتي. ياتي ها هذا نوع جديد؟ ايه المانيه. المانيه انا بحب الالماني كثير. ايه والله. طب يلا باي من اذنك حاج تحكي. يلا باي. ليك الالمانيه تبعي بوغاتي وين راح؟ راح منتصر فيني اطلع انا يا جماعه. بشتغل بعد الدوام بشغل المدرسه كمان. بقول لهم لاهلي اني باخذ دروس خصوصي على اساس انه دروس خصوصي ببلاش وهيك وانا عم باخذهم، فلازم اروح هلا على ماكدونالدز لحتى اشتغل على السريع. اه يا ربي على السريع. استعجلي يا رب روم استعجلي. اه لا 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 اسفه. السواقه مو لإلي. السواقه مو لإلي بس عادي عادي هذا رزقي ولازم اتعود. انا لولا السياره ما بقدر اوصل ولا لمطرح. يا رب اهلي ما يحسوا علي. والله اذا بيحسوا بينجلطوا. بيب بيب بيب. طيب عندي دوام انا اليوم. يا الله كيف بدي لحق حلوه صايفه. يا ربي لازم اطلع من من الشغل هونيك لانه يفوتوني ابكر شوي على البيت حتى لحق حلوه صايفي. عفوا اخيرا وصلت على الدوام. يا رب المديره ما تعاقبني. مساء الخير. كيفك مس؟ انا اسفه كثير تاخرت على الدوام. لك وين رحتي؟ والله انا هون اجيت صلت 6 ساعات عم تسال عليكي. حقك علي والله العظيم بس عجقت الطريق. انا اسفه والله ما كان قصدي. اوف يلا حبدل حوقف يلا على الكاشر. عليك يلا بسرعه. تسقك والله ما في منك انت. لك خلصينا. مش شايف في شاب هون تاخذي الطلب تبعه. يلا طب ليش ما فيك انت تاخذيه؟ بس انا بدي اقوم اعمل بطاطا فري بعد اذنك. لك مش شايفتيني يعني؟ مشغوله بسرعه يلا. طب يا ربي منك. طيب اوكي تفضل استاذ. هاي ما كيفك؟ اهلا جاد. والله مثل ما لك شايف عم بشتغل. ما عم تشتغلي هون؟ واو باك. ايه والله يعني اكيد حتعزمينا هلا وحنطلع باكل مجاني ما. خرب بيتك اكل مجاني. ايه اكيد اكيد ولو شو هالحكي. تفضل قل لي شو طلبك شو بتحب. طيب جيبي لي برجر مع قهوه. اها اوكي برجر قهوه. حبيتك على الذوق. والقهوه مع ملح. لا امريض نفسي. اوكي اكيد تفضل. يلا عم بستناك. يسلمون. اهلين والله. خرب بيتك من حالك الهي. خرب بيتك من حالك. قال برجر وقهوه ومع مالحه كمان العمى. ان شاء الله عجبتك القهوه. تمام صح. نو واي بدي اعزمك على شغله بس. نحن عاملين بالمدرسه هلا حفله بما انه هلا انا اجيت طالب جديد وهيك وحركات. اوه فشو رايك تيجي على الحفله؟ عاملين هيك بارتي صغيره امريكان ستايل. فهمت عليك بس بصراحه يعني ما بعرف انا عندي يعني عندي اشغالي شوي. انا مشغوله بهالوقت فما بعرف الصراحة كيف حيزبط الموضوع. يلا مش هاني. لا لا شو ما بتعتقدي اكيد بدك تجي. المدرسة كلها جاي. بس بصراحة انا عندي ظرف وما الاغلب اقدر اجي. شو ظرف ما ظرف انت اكيد لازم تجي. طب ما بعرف. اوكي ماشي شوف. بكرة 7 المساء. 7 المساء بكرة. طيب ماشي ماشي. يا فكرة بتعرفي شغلة بس بدي اعترف لك بشغلة. القهوة اللي بتعمليها مش طبيعي كتير حلوة. هلا هو انه القهوة بتعملها الماكينة مو انا بس. اوكي شكرا للمجاملة. من ايديك طالعة طيبة كتير. يا حبيبي اكيد شكرا. كلك ذوق كلك ذوق. يلا انا عم بستناكي. اوكي ايه ان شاء الله اكيد بشوفك. يلا. ان شاء الله. باياتو. باي. خرب بيتك ما اسألك. يخرب بيتك ما اتقل دمك. العمى بقلبك العمى. شو هذا قال سهرة وما سهرة. العمى شو سئيل. السيارة هون. ممتاز. ركض يا رب. ركض 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 على البيت. ركض. هاي هاي كيفك؟ هاي قطة الجارة يا جماعة. هنشوف وين. البيت. انا بضيع بيتي. انا بضيع بيتي تخيلوا. هوف يا هوب. غريب شو الاغاني. ليش ما حنين صوت الاغاني. بابا قلت لك مليون مرة شو بدي قلنا. والله ما بعرف. نحن لازم نخبرها. بس هلا ما لازم اخبرها بشهر دراستها حرام. بس انت كمان هيك ما بصير الظلام تتوجه لحالها. لازم الكل يشاركوك بوجعهم. طب شلون بدي اقول لها؟ اصلا علاجي بكلف فوق $20,000. لك والله ما بعرف. نحن بس انا رح احاول اشتغل هي الفتره والا ما نقدر نتدين من اخواتك او اخواتي. الله يعين الهريمة. خلاص مثل ما قلت اهم شيء ريما هلا ما تتاثر دراستها. مزبوط. ونحاول هيك نعيش وكل شيء منيح. مزبوط مزبوط. بابا
مرحبا. ها ريما، كيف اهلين اهلين. مع مين عم تحكي؟ انا مع رفيقي مع رفيقك؟ ما عم بحكي مع حدا. اه ما عم بحكي ما عم بحكي مع حدا. كأنك مرضان؟ لا اول شيء بس هيك شوية اترشح. طيب مش شعور كان يومي دروسك منه؟ لا دروسي تمام وكل شيء تمام الحمد لله. شكرا بابا، انا رح فوت نام لانه انا تعبانة. تصبح على خير. ما بدك تتغني؟ ما لي جوعانة. شكرا. طب يلا فوتي. تصبح على خير بابا. باي حبيبي باي. اوف يا ربي يا ربي دخيلك، شو الحكي اللي كان عم يحكي بابا؟ مو معقول مرض. شو $20,000 شو عم يحكي؟ يا ربي يا ربي ليش هيك بيصير معي بحياتي؟ طب ليه ما بتكمل معي؟ فوق منا هذا رفيق الغليظ قال شو؟ قال بارتي وما بارتي. بس كمان المشكلة انه اذا ما رحت ممكن يحطها كمان علي انه انا فقيرة وما بروح. لازم بكرة روح لازم. بس منين بدي اجيب الفستان؟ او يعني شو بدي ساوي؟ كيف بدي روح؟ رح اشتغل بكرة ورح روح البس فستان، اشتري فستان ارخص فستان ورح روح اشتغل. هلا خلوني نام. عم يجاني راسي كتير.